قضى عليهم الموت الأسود ودفنوا بطريقة غريبة، البالغون في وضعية الاستلقاء والأطفال في الفراغات بينهم، فمن كثرة الموت شحت المدافن وضاقت القبور. هذه قد تكون أكبر مقبرة جماعية مكتشفة في أوروبا. أثناء التنقيب عن اكتشافات محتملة قبل بناء مجمع سكني، اكتشف علماء الأثار في ألمانيا بقايا صغيرة لحصن يعود لنحو عام 1634، ثم قادتهم ضربة فرشاة لاكتشاف المفاجأة. 8 مدافن جماعية لحدثين منفصلين من فترة الموت الأسود، حيث يرقد أكثر من 1000 هيكل عظمي لضحايا الطاعون. كانت بعض العظام مصبوغة بالأخضر بسبب بناء مصانع لمعالجة المعادن فوق القبور خلال القرون التي تلت الدفن. أرجع الباحثون عمر أقدم المدافن إلى ما بين عامي 1622 و1634، وهو ما يتوافق مع فترة الطاعون الأسود الذي كان وباء متكررا في أوروبا منذ منتصف القرن 14 وحتى القرن 19. ولم يعد من الممكن دفن هذا الكم الهائل من الجثث بطريقة صحيحة في باحات الكنائس، لذا تراجعت السلطات عن تلك الإجراءات وحفرت مقابر جماعية بالقرب من باحات الكنائس لدفن الموتى.